السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا اختكم فاطمة الزهراء كي دايرين مع هذا الوباء، كي دايرين مع هاد الجلسه، كي دايرين مع هاد الروتين. صراحه انايا ما نكذبش عليكم، مليت شي شويه، مليت في الدار، وانما راني كنحاول انني ندير هكا شي حاجات بحال هكا في الدار، شي اكتيفيتي وصفات، نعاون شويه ماما، نخملوا الدار، تقراي شويه الكتوبه، تقراي القران، تصلي. مهم هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى الله. وكنتمنى من الله ان فيما تفيقي، لا انت ولا انت ولا اي واحد كيشوفني، دعي وطلب الله وهزي يديك للسماء وطلب ان هاد الوباء يحيد. حيت فريمون فيما كنحل عينيا كنطل باش نشوف شحال ديال الحالات زادوا، كنلقى حالات صراحه كثر كيتزادوا، فكنزيد يعني نتاسف ونتستريس اكثر من النهار اللي فات. فنتمنى اخوتي، نتمنى من الله ان ربي يرفع علينا هذا الوباء والعواشه هذه، ونتمنى الشفاء العاجل لكاع الناس صراحه اللي تصابوا بهذا الوباء هذا، والله يرحم الناس صراحه اللي ماتوا بهذا الوباء، سواء كانوا دراري صغار او كبار. وليت كندخل كنتعرف على معلومات كتخص هذا الوباء هذا، صراحه عرفت باللي فيه جوج ديال الانواع، كاين ال وكاين الاس. بالنسبه لل صراحه خطير، البنادم قال لك يعني ما كيبقاش يعني بزاف وكيتوفى، والاس ممكن انه يتعالج. فكنتمنى من الله ان ما تصابي لا بالال ولا بالاس، ما تصابيش نهائيا بهذا الوباء هذا. ونتمنى من الله ان الايام ديالنا ترجع للمجرى ديالها، ورمضان يدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. ما نطولش عليكم اخوتي، مرحبا بكم عند اختكم فاطمه الزهراء في لاشين ديالها فاطمة الزهراء بيوتي، كدير الوصفات بطبيعة الحال، أي حاجة كتهم المرأة المغربية أو للبنت غادي نديرها لك إن شاء الله في هذه القناة. هذه قناتك بطبيعة الحال، ماشي ديالي وإنما ديالك أنتي وأنت وكلكم، راكم خوتي. كيجوني بزاف ديال التساؤلات على الحبوب، وكيجوني بزاف التساؤلات على الكلف. فالحبوب والكلف جبت لكم وصفة موحدة اللي غادي تعالج لك الحبوب إلا كان فك، ولا تعالج لك الكلف. يعني إلا عندك الحبوب أو لحب شباب، سواء كان في الظهر أو للوجه أو في الكتاف، لأن حب شباب كيجي المناطق اللي كيجيو فيها حب شباب، الوجه، الظهر، الكتاف. أنا حب شباب جاني في كتافي وجاني في ظهري، دابا ما بقى فيا حتى شي حاجة الحمد لله مع الوصفات. كذلك العيالات اللي ولدوا كاينين، ماشي كاملين بطبيعة الحال، كاينين شي عيالات كيولدوا فكينوض ليهم الكلف، يعني كيولي الوجه ديالهم مكلف في النيف، هنايا هنا في الدقن في الجبهة. فالمرأة يعني كتعقد بهذاك الكلف. فإن شاء الله لا طبقتي معايا أختي هاد الوصفة هذه وداومتيها وخديتي النصائح ديالي بعين الاعتبار، فكنتمنى انك تاخذيهم بعين الاعتبار صراحه، وان شاء الله يا ربي غادي تلقي نتيجه ونتيجه مرضيه بطبيعه الحال. فندوزو نتعرفوا على المكونات ونعاود لكم شويه على هذه الوصفه. الوصفه ان شاء الله انا ما غاديش نديرها لوجهي، لان ما فيهاش الكلف وما فيهاش الحبوب. فدائما كندير الوصفات على وجهي، مي هاد الوصفه ما غاديش نديرها على وجهي لان ما فيها حتى شي حاجه بطبيعه الحال، ما فيها حتى شي حاجه على وجهي. واحد الحاجه اللي كيقولوا لي عندك حجبان الجن، ويلي واش نتوما حماقيتو، واش نتوما هبلتو على حجبان الجن؟ انا بدوني بلا حتى شي لعبه، انا طبيعيه واكيد غادي يعجبكم بحال هكا صافي. ما انا ندير لكم خاطركم باش ما تبقاوش مصدعيني حجبان الجن، حجبان كذا، حجبان كذا. اختكم ما دايره حتى حاجه، يلا غير تهنا، وانا نبغيكم غير تهنا وترتاحوا. مهم بالنسبه للوصفه ديالي ديال هذا النهار، غادي نوريكم المكونات ديالي بطبيعه الحال، وغادي نشرح لكم الطريقه، نشرح لكم يعني شحال المده غادي تستعملوها وهذا، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. يلا خليوني غادي نجيب واحد المكون اللي خليته في الكوزينه باش تعرفوني ضايخه شويه، ونعاود نرجع معكم حبيباتي. رجعت معاكم، سمحوا لي. المهم اول حاجه واول مكون اللي غادي نوريكم هو مطيشه. شوفوا البنات ما تخافوش من مطيشه، باش نقول لكم ما تخافوش من مطيشه، لان كاين واحد المكون واحد اخر اللي غادي يكسر لك هذيك لاسيد اللي كتكون في مطيشه، وهذيك بحال نقولوا الملوحه اللي كتكون في مطيشه. ما تخافيش، غادي ناخذ الماء ديال مطيشه، الماء
واحسن حاجه البنات هي انك تاخذي اللب، تاخذي اللب ديال المطيشه، يعني تحكي مطيشه ياك، اولا تاخذي غير ديك ديك الصفايه اللي كنصفيو فيها القهوه وحاولي تحكي فيها اللب ديال المطيشه، يهبط اللب مع الماء. انا غادي ناخذ غير الماء ماشي مشكل، لان قلت لكم ما غاديش ندير الوصفه. ها انتوما ناخذ هذا المويه ديال المطيشه ياك. من بعد البنات شنو عندي؟ عندي هنايا نشا كما كتشوفوا، معلقه ديال النشا، معلقه صغيره ديال النشا، الماء ديال المطيشه. غادي ناخذ هذه المعلقه ديال النشا وغادي نزيدها على هاد المطيشه. من بعد عندي معلقه ديال الكركم وهو المكون الرئيسي، معلقه ديال الكركم البلدي وهو المكون الرئيسي. شنو هو الكركم؟ هو الخرقوم. وغادي تاخذي العرق، ما تمشيش تاخذي ليا الكركم هكا يا مقاد موجود مطحون، لا يطحنو وانت كتشوفي. علاش البنات؟ واحد المعلومه غادي نعطيها لكم، لان هذاك اللي كيكون ديجا مطحون واجد ممكن انه يكون مخلط مع، حيت راكم عارفين العطريات تكون محطوطه حدا بعضياتها، يكون مخلط مثلا مع البزار ولا مخلط مع السكينجبير ولا شي حاجه، فهمتي؟ فخصو يكون بيو، خصو يكون مطحون بوحديته ويكون طبيعي وماشي ديك التصفيره المزوره. لا، الكركم البلدي، والكركم من احسن المكونات اللي ممكن تستعملي الكلف وممكن تستعمليهم سميتو الحبوب. اذا قلنا معلقه ديال الكركم، معلقه ديال النشا، الماء ديال المطيشه، واخر حاجه اللي قلت لك غادي تهرس لك هذيك الملوحه ديال المطيشه اللي ما غاديش تاثر لك على وجهك، هو العسل الحر. شوفوا العسل الحر فين دايره، دايره في القاعه ديال الكينه اللي مهم. ما ديوش على اختكم فاطمه الزهراء ديباني وديباني، وماشي ضروري تمشي تشري لي الحكاك والقراعي، ديباني بحال اختك فاطمه الزهراء. غادي ندير تقريبا معلقه صغيره ديال العسل الحر بحال هكا، ضروري العسل الحر في هذه الوصفه، وسمحوا لي ضروري. علاش؟ لان ديجا الوصفه ديال الحبوب والماء ديال المطيشه نتوما عارفينه، يعني الا كانت البشره ديالك حساسه كيحرق، فضروري عافاكم ديروا العسل الحر وماشي العسل العادي، لا العسل الحر. صافي غادي نخلط هكا هاد خطيره خطيره ما نكذبش عليكم، خطيره هاد الوصفه هادي، وعلى ضمانتي و راكم يعني تايقين في اختكم فاطمة الزهراء، وخاصكم تثيقوا في اختكم فاطمة الزهراء، راه كتجيب تجيب لكم شي حاجه اللي افيكاس صراحه، شي حاجه افيكاس. البنات غادي تبقاي اختي تستعملي، بالنسبه للبنات اللي عندهم الكلف اولا اللي مامو اولا العيالات، كل ليله كل ليله غادي تستعملي هاد الوصفه هذه، غادي تستعمليها للوجه ديالك. انا غادي ندير لك غير في يديا سمحوا لي. ها انتوما غادي ديريها يعني الوجه ديالك، تركزي على البلايص اللي فيهم الكلف، ضروري تركزي على البلايص اللي فيهم الكلف، وتبقاي تماصي. اهم حاجه انك تماصي في البلاصه اللي فيها الكلف، كنركز على هذا الشيء. انا كنهضر دابا مع الناس اللي عندهم الكلف، غادي ديريها الوجه كامل ماشي غير الكلف، وانما الوجه ديالك كامل، لانك باش توحدي لون البشره، وتبقاي تماصي تماصي تماصي، تهزي عاوتاني وتماصي، تهزي وتماصي، حتى يعني كتحسي بالوجه ديالك شرب هذيك المواد اللي كاينه في هذه الوصفه هذه، وتخليها تقريبا واحد ربع ساعه كل ليله، ربع ساعه كل ليله، ربع ساعه غتغسلي وجهك. ومن بعد انا غادي نوريك شنو غادي ديري من بعد، خصني نحبس باش نوريك شنو غادي ديري من بعد، لان خصني نجيب واحد الحاجه نوريها لك ضروري ضروري. هذه بالنسبه لي عندكم اللي عندها الكلف، اللي عندها غير الحبوب وجهها نقي، عندها غير الحبوب بحال هكا، غادي تاخدي العود ديال الودنين وتاخدي شويه وتحطيه على الحبه فقط. ركزوا معايا، الله يجازيكم بالخير، على الحبه فقط، على الحبه اللي عندك في الوجه ديالك، ماشي على الوجه كامل، على الحبه. اللي عندها الكلفه ديرها لوجهها كامل، اللي عندها الحبوب غديرها للحبه. من بعد كما قلت لكم انا غادي نوض، مني تغسلي وجهك تخليها ربع ساعه نفس الطريقه تنتيه، ديريها كل ليله اللي عندكم الحبوب، كل ليله ديري فوق الحبه. مني غادي تغسلي وجهك، باش غادي تغسلي وجهك؟ غتغسلي وجهك بالماء بارد. من بعد ملي غتغسلي وجهك وتنشفيه، غادي ديري واحد الحاجه غادي نوض دابا نجيبها لك،
وتشوفي اشنو هي. يلا خليك معايا. زوينات ديالي انا رجعت معاكم. كيما قلت لك اختي مني تغسلي وجهك وتنشفي، سواء البنت اللي فيها الكلف او البنت اللي فيها الحبوب، غادي ديري واحد المكعبات، هانتوما مكعبات ديال المعدنوس ثلج كما كتشوفوا. اما تاخذوا الماء وديروا ديروا شويه ديال المعدنوس كما كتشوفوا مقطعاه وديروه في داك الماء، ديروه في دوك ديال الثلاجه وتجمديه. اما تاخذي المعدنوس وطحني، اصلا خصني نديرها لكم وصفه باش تفهموني كيفاش. تاخذي المعدنوس وطحنيه مع الطحنيه مع الماء، وتاخذي هذاك الماء تصفيه وديريه في مكعبات وتبقاي ديريه لوجهك. غادي تبقاي ديريه لوجهك علاش؟ باش كتسدي المسامات، باش كتسدي المسامات. وهاد الوصفه هذه بالضبط هذه ديال المسامات ديال الوجه، ديال المسامات ديال الوجه. غادي تبقاي صراحه راه كتكون بارده، بلاتي ناخذ كنينكس باش ما نطيحش على سميتو. غتبقاي تحطيها خصوصا هنايا، هنا كيكونوا المسامات بزاف وفي النيف، غادي تبقاي تحطيها. طبيعه الحال راه كتشوفيه كيدوب لان البشره كتكون سخونه. غادي تحطي على الوجه ديالك كما كتشوفوا هذوك ديال المعدنوس كما كتشوفوا انتما. انا ما عنديش المسامات غير كنوريكم، هذه بالنسبه لي عندها المسامات. وضروري ديري هاد الشيء هذا اللي كنوريك بحال هكا. ومن الاحسن اختي، من الاحسن طحنيه، من الاحسن طحنيه وديريه، احسن ما يكون ما فهمتي، من الاحسن طحنيه وديريه. من احسن الحاجات اللي ممكن انك تحطيهم في الوجه ديالك هي هاد القضيه هادي ديال الثلج، كنركز عليها صراحه. واللي كيعانيوا من المسامات كيجيوني تعاليق على المسامات، لكن انت كتعاني من المسامات دوك الكبار، ما عليك اختي غير بالثلج. لا ما بغيتيش ديري معدنوس ولا شي حاجه، ديري غير الماء جمديه وديريه لوجهك. مي المعدنوس عنده صراحه واحد الفوائد كثيره 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 على البشره. ايوا ها نتوما اختكم فاطمه الزهراء كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الوصفه راني في هذا الفيديو بطبيعه الحال جبت لكم يعني وصفه يعني خاصه لجوج ديال المشاكل، وكذلك هاد القضيه هذه صراحه افيكاس افيكاس افيكاس. راه بشرى اختي كديرها صراحه، لان ديجا في واحد اللايف قالت لكم عندي المسامات، راه كديرها صراحه كتسد المسامات، مسامات عفوا كيتحلوا بالماء السخون. هادشي اللي كاينه الغزالات ديالي، هادشي اللي كنتمنى من الله ان لا فيديو يعجبكم، لان كيجيوني بزاف ديال التعليقات على هاد القضيه هادي. نتمنى من الله ان هاد المعلومات اللي عطيتكم يعني تستافدوا منها، وداوموا عفاكم الوصفه، داوموا على الاقل واحد 28 يوم ان شاء الله تكون النتيجه ان شاء الله يا ربي. ولا عندك بشره جافه الترطيب، مني ديري هادشي هذا الاخراني ديال الثلج، الترطيب الترطيب الترطيب. هادشي اللي كاين، تهلاو في ريوسكم، مح عليكم، باي باي عليكم.